عام 2001 ميلادي محطة الفضاء الروسية ترفع سماعة التليفون عشان اتصال مهم. المكالمة ما كانت عشان نيزك راح يفجر الأرض، ولا لأن الفضائيين يغزون الأرض، ولا شيء من هالقبيل. الاتصال كان عشان يطلبون بيتزا. إيه زي ما سمعت، بيتزا. محطة الفضاء الروسية اتصلوا ببيتزا هات وقتها عشان يطلبون بيتزا، رغم أن الموضوع غريب بعض الشيء، لكن الأغرب بالموضوع أن الطلب كان بأكثر من $1,000,000. لا، هذه مو تكلفة فتح فرع لمحطة الفضاء، هذا فقط تكلفة الأوردر اللي طلبوه. وهذا ياخذنا لسؤال مهم، ليش الأكل ياخذ كل هذه الأهمية بحياتنا؟ وهل هو السبب الرئيسي للسمنة وأمراض ثانية؟ سؤال الشارع بيعطينا انطباع الناس. بما أن القناة قناتك، اشترك وشاهد وانشر وشاركنا النجاح في هالبرنامج. معكم المهندس تركي الدوسري في حلقة جديدة من بيوميديا، ويلا على سؤال الشارع. لو أحد عرض عليك طبق سلطة أو شاورما أو برجر، وش اللي حتختاره؟ أنا والله برجر، لأني سلطات ما أكلهم للأسف مرة نهائيا جدا. أنا كله يلا والله دائما المفضل للنفس أنه الأكلات الدسمة. طبعا بالتأكيد أختارها السلطة، أكيد صحن سلطة. ليش إحنا نحب الأكل؟ أنا أشوف إنه الأكل حنا قلبناه من كل إنه يعني شيء نستفيد منه إلى فعالية، فقاعدين نستعرضه حنا فعاليات. كلنا يحب الأكل والله، هو في النهاية عادي أكثر ما إنه نحبه ولا ما نحبه. يعني الأكل هو مصدر السعادة، بدون أكل ما فيه سعادة. كم عدد الوجبات السريعة اللي تاكلها بالأسبوع تقريبا؟ وجبات سريعة أنا الحمد لله محافظ عليها، ممكن فقط وجبة واحدة بالأسبوع تقريبا، مرة بأسبوع مرة. والله للأسف إنه عدد كبير صراحة، يعني أي والله ما أقدر أعده بس كثير. يعني برأيك هل الوجبات السريعة هي المسببة للسمنة؟ نعم بالتأكيد، خصوصا البرجر المقلي هذا يعني يمكن أكثر للسمنة. طبعا له دور كبير كثير، أكيد فيها سعرات حرارية عالية جدا. يعني هل أكل البيت يسبب السمنة ولا لا؟ حسب الأكل. لا، وصحي، أكل البيت صحي 100%. ممكن، لكن المهم مثل الوجبات السريعة نشوف حنا الأكل المفرط هو اللي يسبب السمنة، كأكل سريع ولا أكل بيت. الأكل المفرط هو اللي يسبب السمنة. السلام عليكم. شركات المطاعم والوجبات السريعة تصرف سنوياً ما يقارب من $5 مليار فقط على الإعلانات. يمكن تشوف الرقم كبير أو مخيف بعض الشيء، لكن راح تغير رأيك إذا عرفت أن عائدات الوجبات السريعة في السنة الواحدة على مستوى العالم تعدي $570 مليار. بدأت الوجبات السريعة في عشرينات القرن الماضي، وكانت على شكل ماكينة فيها أدراج زجاج، تقدر تشوف الأكل من داخلها وتختار الوجبة اللي تبيها، وتدفع الفلوس ويفتح لك باب الدرج وتاخذ الوجبة. لكن الوضع اختلف. في عام 1921 ميلادي في مدينة ويتشيتا في ولاية كانساس بأمريكا، وخصوصاً بعد افتتاح أول مطعم برجر وقتها كان اسمه وايد كسل. لكن الناس ما تقبلت الفكرة في ذاك الوقت، لأن فكرة الأكل برا البيت ما كانت مقبولة، بل كان المتعارف عليه اجتماع أفراد العائلة كلها على الأكل. ما هم مثل هالحين كل جواله، وأنت ينبح صوتك وأنت تقول يا ولد تعال، يا ولد كل، وخل عنك الجوال. ما علينا. المهم أنه في عام 1948 ميلادي بدأ الأخوين ديم وماكدونالدز بتقديم خدمة مختلفة، وهي الخدمة السريعة، ويوصلك الطلب وانت جالس بسيارتك. لا، وكان سعر البرجر وقتها ب15 سنت، يعني حوالي نص ريال. وفعلا حققوا مبيعات ضخمة جدا. ومن هنا بدأت ثورة مطاعم الوجبات السريعة، واللي كل البراندات يعتبر أنهم بدأوا بعد ماكدونالدز. اليوم ماكدونالدز وصل عدد فروعهم 138,000 فرع على مستوى العالم، لما بدأت المطاعم بالانتشار كان نسبة السمنة على مستوى العالم في العشرينات حوالي 12% فقط. اليوم نسبة السمنة 39%، أكثر من 3 أضعاف النسبة السابقة. وأصابع الاتهام كلها على مطاعم الوجبات السريعة، خصوصاً في الأمراض اللي تكون بسبب السمنة مثل الضغط والسكري وانسداد الشرايين وغيرها الكثير والكثير. طيب ليش رغم كل هذا ما زلنا نحب الوجبات السريعة؟ وما استبعد أنك بعد ما تشوف الحلقة تطلب وجبة. هذا إذا ما كنت الحين وانت تشوفها تاكل وجبة سريعة. المخ في مجموعة من الخلايا العصبية، عمل هذه الخلايا بالضبط هو تحفيز الجسم باتجاه الأشياء. تتواصل هذه الخلايا مع بعضها البعض عن طريق هرمون الدوبامين أو ما يسمى بهرمون السعادة، لأنه يساعد على تحسين المزاج. يعني بمجرد ما لسانك يبدأ يتذوق بعض الطعام اللي فيه سكريات أو دهون، يرسل مباشرة إشارة إلى المخ فيبدأ بإفراز هرمون الدوبامين. هنا انت تحس بشعور السعادة والمتعة. انتبه، ترى جسمك يتآمر عليك. طيب نرجع لسؤال مهم، ليش رغم أننا نعرف أن بعض الوجبات السريعة ممكن تسبب لنا مشاكل كثيرة إلا أننا ما زلنا مصرين على تناولها؟ يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء أخصائي التغذية ومالك مشروع قمح ونخالة، صاحب مقولة كل الفول بالملعقة، الأستاذ حمود الجلهمي. أهلا وسهلا أبو تميم. حياك الله مهندس تركي، وأنا سعيد أن يكون بينكم بهالقناة الجميلة اللي فيها إثراء، فيها اهتمام بالوعي الصحي. صراحة يعني ما شاء الله تبارك الله، أنا صراحة فرحان أني كنت بينكم. الله يعطيك العافية. في البداية يا أبو تميم حاب أسألك، ليش بعض الناس يحب الوجبات السريعة بالرغم من أنه الجميع يتفق على أنها فقيرة بالفائدة الغذائية؟ بخصوص الوجبات السريعة يعني هي ترتبط بحاجة نفسية أكثر. يعني تحصل الشخص يعني البرجر يحبها من مطعم، ولو زينها في البيت يعني ممكن تكون أقل طعم لأنه فيها تجربة. الآن التجارة الحديثة تعتمد على تجربة العميل مع المنفعة أو مع المنتج اللي يشتري. فتحصل الطفل لو تجيب له في البيت ما يرغبها، لكن يرغبها بالمطعم. ليش؟ لأنها فيها كسر روتين، فيها كذلك حرية. بعض الناس يقولك لا أنا زود المايونيز، قلل الكاتشب، زود، خلها حريف كبهارات، خلها شطة. فهي ترتبط يعني كثيرا في العامل النفسي وبالحرية إذا كان للأطفال. طيب أبو تميم، في أمريكا يطلق على الوجبات السريعة الجنك فود أو الوجبات عديمة القيمة الغذائية. هل تتفق مع هالتسمية؟ شوف، إذا احنا نتكلم عن أمريكا يعني التسمية هذه جت من عندهم، وهم أدرى في هالتسمية هذه لأنهم أصلا هم أكبر سوق في العالم لتجارة الأغذية السريعة اللي هي الوجبات السريعة هذه، وهم صدروا العلامات التجارية لجميع دول العالم. بالإضافة أنه كنسبة سمنة، يعتبر نسبة سمنة أمريكا من أكثر الدول يعني في قائمة الدول العالمية في نسبة السمنة. هذا دليل ورابط أن الأغذية السريعة قليلة المنفعة، قليلة كعناصر غذائية، وفيها السعرات الحرارية عالية. على طاري السعرات الحرارية، عام 2018 هيئة الغذاء والدواء السعودية ألزمت كل المطاعم بكتابة عدد السعرات الحرارية لكل وجبة. لو جالك واحد أبو تميم وقال خلاص أنا أشتهي بروست، باخذ البروست وبستفيد من سعراته الحرارية، هل كلامه هذا صحيح؟ لا، غير صحيح. هي الفكرة ما هي بسعرات حرارية تاكلها وخلاص يعني من أي غذاء. في حاجة اسمها الهرم الغذائي. الهرم الغذائي هذا يكون موزع ما بين اللحوم، الأجبان اللي هي قائمة الألبان، كذلك الحبوب اللي هي قائمة الخبز، الخضروات، الفواكه، لازم تكون موزعة. فما تكون كل السعرات الحرارية تبيها اللي يحتاج جسمك في عنصر واحد، كذا بيصير فيه فقد في بعض العناصر. طيب بما أننا تكلمنا عن الخبز، إيش معدل استهلاكنا في المملكة العربية السعودية من الخبز؟ هل هو معدل طبيعي مقارنة بالدول الأخرى ولا لا؟ كنسبة استهلاك القمح عموما في المملكة العربية السعودية يصل إلى استهلاك الفرد فيه 88 كيلو من القمح، رقم عالي. يعني ممكن أنه الرقم هذا هو الرقم اللي طلع قمح من صوامع الغلال ووزع، يعني يعتبرون النسبة هذه. لكن هل كله وكل؟ ممكن لا، وهذا اللي صار. احنا يعني في مشكلة عندنا في تبذير في الخبز، لاحظ، بالإضافة إلى أنه احنا ناكل الخبز بشراهة. يعني الخبز يوكل عندنا، الخبز يؤخذ كمادة يعني مالئة عشان يمسك فيها اللقمة فقط، وهي في الحقيقة لا، الخبز يعتبر وجبة لحالها. فالمفترض أنه تفعل الملعقة. يعني لو تلاحظ فرضا في بريطانيا البروست عندهم علبة كاملة فيها ربع دجاجة أو أكثر، يحصل فيها قطعة خبز صغيرة بس فقط. احنا لا، الواحد يأكل له بروست ويأكل فوقها كيسة خبز. كيسة الخبز يعني إذا حسب 100 جرام في 200 سعرة حرارية، ممكن إذا كله رغيفين أو ثلاثة رغيف، تتكلم عن 600 سعرة حرارية. 600 سعرة حرارية هذا أنت أكلت الآن نص احتياجك من الوجبة هذه، فرضا غداء نص احتياجك أكلته من الخبز. طيب وش بتاكل باقي؟ فعندنا استهلاك عالي في الخبز. طيب هذا يقودني لسؤال، هل في فرق بين الخبز الأبيض والخبز الأسمر ولا لا؟ كسعرات حرارية قريب البعض، لكن كقيمة غذائية الفرق عالي جدا. القيمة الغذائية دائما تكون في القشرة الخارجية لحبة القمح. فللمعلومية الخبز الأبيض والخبز البر صنعت من حبة قمح واحدة، لكن الفرق وشي؟ الفرق أنه تم إزالة القشرة الخارجية لحبة القمح واستخلاص يسمونه النشا الداخلي، فأنت تاكل نشا الآن. فالقيمة الغذائية فيها، يعني القيمة الغذائية موجودة في الخبز البر. طيب أبو تميم، بمناسبة اليوم العالمي للسمنة، كل الأحاديث متجهة إلى تعزيز ثقافة الأكل الصحي، رأيك كمختص في هالموضوع؟ الحمد لله احنا الآن مع رؤية 2030 كتعزيز الصحة العامة، أحد أركانها اللي هي الغذاء الصحي. الآن في اتجاه، الآن في يعني الجهات الرقابية عندنا شغالة على هالموضوع. أول كنا نسمع بالزيوت المهدرجة، الآن ما في زيوت مهدرجة. أول نسمع السعرات الحرارية، وش فائدة السعرات الحرارية؟ بعض الناس يقول مثل السعرات الحرارية، الآن أنا بروح مطعم بحصل فيها سعرات حرارية، أنا أصلا ما أكل الوجبة ما أكلها. لكن وش الفرق؟ يحصل له بدائل، يعرف المنتج هذا عن المنتج هذا عن المنتج هذا، في فروقات بالسعرات الحرارية. ممكن الزبون يقول البرجر المقلي مثل المشوي، لا، فرق بينها، المشوي أقل سعرات حرارية. فالآن يقود، يعني يبدأ المستهلك أنه يعني زاد عنده الوعي، عرف أنه في سعرات، في تباين بينهم، ممكن أنه يدعمها بحاجة مفيدة. يعني احنا ما نقول تعال لا تاكل برجر، او لا، الكلام ذا مو بصحيح، ولا نقول بعد لا تشرب بيبسي بعد كذلك، يعني البيبسي. لكن شو نقول؟ مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، هي ترفيه عن النفس، يؤخذ ما يؤخذ تكرار يوميا. هذا احنا نتناقش، مشكلتنا احنا دائم انه لو اخذنا حاجه جازتنا استمرينا عليه، هذا الغلط. فلا يكون الموضوع فيها حرمان ولا يكون فيها افراط. فممكن تاخذ لك بيبسي حجم صغير، إذا يعني أنا أفضل العصائر، لكن إذا واحد يقول لا أنا مش نفسي مشتهي البيبسي، خذ البيبسي بس خذ الصغير. مثل البرجر بدل مقلية خذها مشوية، بدل معها حبة جبن حبتين خلها حبة، ممكن تاكلها بدون جبن، استبدل الجبن، استبدله في خيار، طماط، خس، هذه كلها فيها فوائد. إذا كان فيها خيارات أبيض أو بر اختار البر. يعني أنت فصل الوجبة، يعني بما أنك رحت مطعم وجبات سريعة، فصل وجبك على كيفك، أنت دافع فلوس فيها، يعني فصل الوجبة على كيفك، قول له أبغى كذا أبغى كذا، كلها خدمات، ممكن بعضها تزيد عليها رسوم بسيطة أو كذا، ما في إشكالية، بس خل وجبك صحية. فالوعي لازم يبدأ من المستهلك. يعني متى ما المستهلك رفع الوعي عنده، طلب وجبات سريعة، صدقني ان التجار راح يتوجهون للاتجاه هذا، وراح يحصل يعني ممكن الان المطاعم كل ما لها تزود شوي كغذاء صحي، لكن بعد فتره قادمه راح ممكن تحصل 50% من المطاعم صحيه. ليش؟ لأنه المستهلك هو اللي رفع الوعي عنده، هو اللي طلب الحاجة، لأنه التاجر بالنهاية يبغى فلوس. الفلوس فيها متى ما شاف إقبال على اتجاه معين التاجر يعني بيحصل المستهلك أنه التاجر قبله مجهز له الحاجة اللي يبغى، ممكن بعد أشياء متقدمة فيها. يعني مثلا عندك قمح ونخالة، وش الفكرة عندنا كان من أول؟ أنه خبز بدون سكر بدون محسنات، فما كان الفكرة متقبلة أول عند الزبائن. كان الزبون أول متعود على الخبز الأبيض، يعني صارنا العشر سنوات السابقة هذه صار عندنا زيادة في استهلاك القمح، الخبز الأبيض والطحين الأبيض استهلاك. حتى الشيبان الآن خذوا بدل الخبز الابيض، يعني ما نقول الشباب، خلينا نقول يعني الكبار السن ولا يعني من الخمسين اللي كانوا متعودين على القرص اول، واللي امه تزين له المراهيف ولا تزين له، الان اخذوا خبز ابيض وتعودوا عليه. لكن الان فيه مع الوعي اللي صاير، مع تكاتف الجهات الرقابيه عندنا والجهات كتوعيه، الان بداوا يرجعون الناس للخبز البر. الحين احنا في مخبز قمح ونخالة 100% بر. كان في السابق قبل 3 سنوات 45% أبيض والباقي بر، الآن 100% والزبون متقبل. بس يعني الآن يجينا اللي مصاب في السكر، اللي مصاب بعضهم يجينا اللي يعني ما فيه ما شاء الله جسمه زين، وكذلك اللي يقول لا بلا سكر وضغط. طيب وش ليش تاكل؟ قال أنا الآن حسيت باللذة. اللذة دائم تكون في الحاجة الكاملة، يعني لو رجع الواحد للطبيعة بتحصل اللذة. متى ما اخذت البرجر حطيت فيها خيار، حطيت فيها تبي تحس باللذه والطعم اللذيذ فيها، لان تبي ترجعها الى الطعم المتعارف عليه كخضروات اللي فيها. شاكرين ومقدرين لك ابو تميم هذا اللقاء. الله يعطيكم العافيه وابرك ساعه، وانا سعيد بهالقناه، وانا سعيد اني كنت بينكم، وان شاء الله ان قدمنا حاجه يعني تثري القناه. وبكذا وصلنا لنهايه حلقه اليوم. اكتبوا لي في التعليقات ناويين الأكل الصحي ولا كيف؟ هنا يجي دور الجميع في التوعية من أضرار السمنة. نشوفكم كل خميس الساعة 7 المساء. سلام.